يلا اذا انتم شايفين كده اذا كان في مشكله عندنا في البلد عرفونا كيف نخفف هذا الوزن. كل سنه يحصل عندنا الوزن تيجي ميه ما نعرفوش هي جايه منين، نكفر الزيات ماشي في المصانع ايه ما نعرفوش، وبين الدول المجاوره لينا اللي هي ليه معانا في نهر النيل نصيب من الميه ماشي، وازاي احنا مش محافظين حتى على شويه الميه اللي هم موجودين اللي احنا اللي هي الحصه اللي هي جايه لنا. طيب نروح فين ونشتكوا لمين ماشي، والموضوع دوت دايما متكرر عندنا هنا.